الناس هناك ما بتعملش اي حاجه في حياتها غير انها بتاكل شوكولاته. مين بلجيكا؟ لا ما فيش اي حاجه بتعملها في حياتها غير شوكولاته. غير انا بدك تاكل شوكولاته. اكيد اكلت شوكولاته. هو جاب لنا شوكولاته تلاقيه. جبت لنا شوكولاته. جاب لكم شوكولاته. شفتوا شفتوا ليك و ايه الشراره على عنك. انتوا مفيش حد تاني انت بس شراره على عنك انك قلت لك المعلم واوى زلمه انت هلا موجود بالاكاديميه. هايدي قال مش وانت فاجئتني. انت معلم وانت قال له انت معلم وانت معلم وانت برضه قال لك اقوى حد بجد. قال لنا انتوا قال لنا انت مرجلته في الاغنيه استجدعته في الاغنيه الاولى بعت لك والثانية قال شو ما صار بالاغنيه اخوات صغيره باول وحده دائما بنشيل لانه بين اصعب اغاني اصعب اغاني بالهيدا وانت قلت عربه خطيره جدا في الاخر يعني كنت قال كل الوقت ماشي انت وياه سمار دي ماشي انت وياه هلا ماشي انت وياه هيك وبس عملت الحربة شايفتها هيدي الحركات طلع عنه بيس الحمد لله والله. طب احكي لنا الناس شفت بجد شفت ناس انا شفت يعني لا انا ما شفتش حد طبعا لان هناك كلهم سياحيه اكتر يعني حتى جنسيات من كذا بلد بس هي امبارح بقى امبارح بالليل رفيان امبارح بالليل احكي كده.